وخليني هنا هرجع لكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، يصححني لو أنه إحنا وجهنا أو صودفنا بحجم شائعات أكبر من ده حتى بعد 67. ازيك يا أستاذ أكرم؟ أهلا وسهلا. ازاي الحال؟ كله تمام؟ يعني هذا الوقت ده تمام. قولي. الحقيقة أنه هذا الوقت يعني القرار المتحدة جاي في وقته تماما، لأنه الموضوع تجاوز فكرة ليه في أكاذيب. طول الوقت كان في أكاذيب وفي يعني حرب نفسية وكده، فعلا ما كانش في أي وقت من الأوقات هذا الكم من الأخبار المغلوطة أو أنصاف الحقائق كمان، ودي الأخطر، الأخبار الملونة وغيره. فالحقيقة إنه إحنا في عصر المعلومات، في سرعة، في لجام، في غيره، فبحث الشائعات يتم بالمعلومات، وده الدور الحقيقة اللي قررته الشركة المتحدة، وهو دور مهم، لأنه عاوزين النهاردة في معلومات غلط أو معلومات منقوصة أو شائعات، كل يوم تصورات لكسر نفس الناس وتصوير حاجات غلط، أو ياخد جزء من معلومة ويضربوا مع كمية أكاذيب وشائعات. والحقيقة إنه ممكن يبقى بعض، صحيح الشعب المصري على مدى السنوات اللي فاتت الحقيقة كسر هذه الحواجز وكان في درجة ما من الوعي، لكن خلينا نقول إنه أحيانا بيبقى المتلقي معذور في إنه مش لاقي المعلومة الصح أو مش لاقي المعرفة الصح، لأنه المعلومات غير المعرفة وغير الوعي وغير القدرة على التحليل، ودي موضوع يعني بيتم من خلال جهات وعلم وتفاصيل كثيرة ممكن يتسرب داخل الأشياء زي ما بيسربوا المخدرات كده في البضاعة أو غيره اللي بيهربوها، هو نفس الشيء، هو بيهرب الشائعة والأكذوبة جوه بعض المعلومات. عشان كده إنه الدور المتحدة مش بس في نشر المعلومات الحقيقية بسرعتها وفي وقتها، لكن كمان تقديم تحليلات وتقديم معلومات. واحنا مش بنتكلم هنا انه في فرق بين الشائع والراي الاخر، لانه الراي الاخر ده طبيعي، اي حد عنده منطق، اي حد عنده ممكن يبقى مختلف او متفق، لكن على الاقل بيبقى في عقل وبيبقى في معلومه حقيقيه. لكن اللي بيحصل انه هو ما بيجيبش معلومه حقيقيه، اما انها شائعه لايقاع الناس بعضهم، ده حتى مجالات زي الرياضه تحولت لحروب اهليه ومحاولات الايقاع بين الناس وبعضيها. يعني على مدى عقود كان في الاهلي والزمالك والترسانه والمحله والاسماعيلي والاتحاد، كان الناس بتستمتع وتختلف وتتفق في سياق الروح الرياضيه. النهارده بقى في اتهامات بشعه جدا انه الدوله بتقف مع الفريق الفلاني ضد الفريق الفلاني، في استقطاب، الحق بكذا، كل قرار تفسير، كل غيره. حتى الرياضه اللي هي متعه وروح رياضيه تحولت لي محاولات الدخول فيها لحرب، لان بتدخل في جمهور واحنا عارفين انه الرياضه ما فيهاش التحليل او العقل، لا في طبيعي انحيازات وده معروف في كل العالم، لكن ازاي بقى ندخل في ده، ندخل في الفن، ندخل في الايقاع بين الناس وبعضيهم، محاوله تصوير وضع الناس في دفاع ضد حاجات موجوده او مشروعات او قرارات او غيره، مع ان كل شيء معلن وفي طول الوقت بيانات ومعلومات ورد على اشاعات، لكن الحقيقه هذه الكثافه انت اشرت في الاول، هذه الكثافه غير معهوده. والحقيقه بيستفيدوا من السوشيال ميديا، بيستفيدوا من عصر المعلومات، من علوم الحروب النفسيه. الحل هنا مش ان احنا يعني بعض الناس برضه هيردوا على ده ويقولوا الحق وبيعملوا، لا، هو احنا الفكره ايه؟ الفكره ان احنا نقدم الحقيقه خالصه، نقدم التحليل الممكن من خلال الرأي والرأي الآخر، نقدم الوعي العام من خلال بنقول لك المعلومة هي أو الوضع أهو، يعني ضح بالشائعات بالمعلومات وبالمعرفة وبالتحليل وبالقدرة على تقديم الحقيقة، وده ممكن ومتاح. وبصراحة يعني على مدى السنوات اللي فاتت كان في نجاح سواء للمتحدة أو لكثير من المنصات المصرية، خلينا نقول كانت متعبة جدا ومؤذية لمطلقي الشائعات، لأنه هو بيطلع عاوزين نرجع للي قالوه على قناة السويس، نقول اللي علموا في كورونا وازاي يتكلموا في كورونا، ازاي انه مصر دي الناس بتموت وكذا، ومع ذلك اتضح ان التجربة المصرية متقدمة جدا في الوقت اللي فيه دول كتيرة متقدمة اهتزت وواجهت مشكلات كثيرة. فنشوف تجاربنا، شوف اللي اتقال على الإصلاح الاقتصادي، على الأسعار، على غيره، في غلا وفي كلام وفي أزمة عالمية بنتكلم في ده، وفي
اجراءات ماليه واجراءات بنكيه وغيره موجوده في كل دول العالم. احنا بنقول ايه؟ نطلع الناس على كل دول العالم، مش بقى مقارنه دخول او غيره، لا، احنا بنتكلم على صيغ موجوده وخريطه مفروده. مصر كانت فين خلال السنوات اللي فاتت، والاقليم كان فين، مصر فين النهارده بتتخذ اجراءات، والعالم فين. هل دي انعكاسات لسياقات وصراعات عالميه، ولا احنا في جزء عندنا ممكن يبقى فيه اختلاف واتفاق في وجهات نظر في حوار وطني؟ النهارده الناس تقول الحقيقه، حتى الحوار نفسه لم يسلم من انه يقول لك الحق ده، بيقولوه ده من موقع ضعف او من موقع، بالعكس ده من موقع قوه، لانه الدوله بقت موجوده في لياقه وقوه، في استقطابات، في موجود في النهارده ناس بترجع وناس بتتراجع وناس بتعيد النظر وناس بتعمل مراجعات. في الوقت اللي بيتبلور طيار فقط واحد هو نفسه اللي بيمارس الارهاب وكان بيحرض عليه وكان بيفرحه بالعمليات الارهابيه، في الوقت اللي جيش والشرطه الابطال كانوا بيواجهوا ده، الناس واجهت الارهاب نفسه كان بيلعبه وكانوا بيحولوه لبعض المنصات بره، بيحولوه لانه معارضه او اراء اللي بيحمل سلاح. فاحنا دي كلها تفاصيل. اعتقد يعني الحمد لله الشعب المصري على مدى السنوات اللي فاتت ما كانتش البلد استمرت بهذا الشكل، ودايما الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول انه الشعب المصري اللي تحمل الاصلاح الاقتصادي وكذا، وهو القادر على التحمل، والشعب قادر حتى لو في ازمه زي ما كان في الحروب قبل كده بيقف تماما وبيعرف انه الفرق بين الدعايه او الشائعه وبين الحقيقه او المعلومه. واظن انه اختبارات السنين اللي فاتت بتشير لده، حتى الناس اللي عندها وجهات نظر مختلفة بتقولها في السياق انها مدركة وتبعد تماما وتعرف تماما انه هذا الطيار الارهابي غير قادر على التفاهم، غير منتمي الى ده، ما بيتكلمش على ارض او على وطن او على غيره، ممكن يدور على اي احلاف او حتى لو الشيطان مقابل انه يضر، كأنما هذه البلد اما تقع هم يستفيدوا. هو في الواقع لن يستفيد الا الشياطين، لكن الواقع انه المصريين مدركين ده، ودور المتحده اللي بتقوي هذا الشعور، تقدم المعلومه السليمه والتحليل السليم والوعي، بالتاكيد ده يعني خطه عظيمه. وزي ما انت اشرت ده مش بس في الكلام او في الرد، لا، دي تحليلات وفي دراما وفي معرفه وفي سينما وفي، لازم ده كله يبقى ده. ومصر طول عمرها منصه لده، لانه احنا في زمن في زحام وتقاطع وصعوبة يعني كل يوم، ومصر تتعرض لآلاف الشائعات بشكل مستمر، وبعضها بيبقى بعيد عن العقل والمنطق، وبعضها بيكون نصف معلومة أو شائعة، وبيسربوها للأسف لبعض المنصات اللي قد لا تدرك قيمة ده وتتورط في أنها تدعم هذا الشعور تجاه الأمر. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع.